هذا ودي ذين ترى اللي يكتبون نوبز هذا ليفل 30 انت شايف سكور الزق طلع يقول احنا فزنا ايش دعوه انت مفوزنا قلت له نو ثانكس تو يو ايش تبي يعني لما تضرط ان احنا فزنا تكون انت مؤثر عشان اقول والله ايه بس انت حمار اكو ناس صوتية من تذبحها يقول عنها يقول عنك هاك بس تذبح ليش ذبحته هاك الحمار تركض كاتب كاكا كمان مان حريته على التانك قول له سوري اخر اربع نزلات انزل اموت انا مثبت خلاص زبل وام زبل فريق زبل هذا خامس نزل انزل ما اموت احد ما اذبح احد سكوربيو قبنا بطلعة واحدة بالبيت جوا بالبيت والله طمر طلع سوقه ما بوشته زين البي رايح حرامه شيء تحت عندك ابو احمد رادك من ورا الطوفه يذبحك ولا داعي يتعب لا انا قلت لك على جثتي تنام
ذبحته هذا المكان يا عم. اكيد انت بس خلاص روح طيح البمر روح طيح طيارات الام لا بعد واحدة طيارات بعد واحدة طيارة واحد هيك اثنين ما راح اسوي دير بالك اي اس سي موجود سيارة اي عند سباون سي طق اي اس سي من بعيد ولما اطير انا اشيل سيارة اي اس سي هدف جايين 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 كفورة هذا تاكل السبات ترى من تيم كثير الصاروخ ده بتاعهم انت على راحتك خلص في واحد هني في واحد هني شفتوا هني كان في واحد لا 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 كان علينا الروكت ده خلاص ما نشوف شغلكم باش صاروخ يا علينا بالجيب هو راح حاليا شوف بلاك بكليسة انت انت بنت ايه بالماي بالماي لا بالماي هلهم هلهم نزل صاروخ عليهم ميتة احمد هذا ما له شغل ليش تسوي لك في الباك لانه يبي يسوي نفسه انه هو ذكي ويروح من ورا ما خليتهم صح؟ اوف 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 هذه وول هاك بعمل كلهم دي بعدين كذا هذا السنتري الكلب بالكم بامر اي دبابة واقفة خد تحرك على ما توصل له هذي عرفت اخ شون انا طلعك بويك دي والله طلعك بويك بجي انت بويك
شيء.